جديده وسهله اللي هي امنو المنزلي ديال الكاوكاو. سهل التحضير بمكونات بسيطه. ندوزو المقادير. باكيات الشوكولاته مروخه اللي كيكون فيها اللوز، نص كيلو كاوكاو بلدي صغيور، اللوز اختياري انا كندير 3 المعالق ربع اختياري باش كيدير لي نسمه اللوز، جوج كيسان زيت العود. من بعد ما غادي نحمرو كاوكاو ونحمرو اللوز ونخليهم يبردو ونقطعو نقطعو مروخة طريفات صغيرة. رجعوا نوريكم طريقة التحضير. من بعد ما حمرنا اللوز وكاوكاو نديروهم في مونينكس، خليناهم يبردو نديروهم في مونينكس بالقشور ديالهم بحال الطريقة. نزيدو عليهم شوكولا مروخة قطعناها بهذه الطريقة رقيقة شوية. نزيدو عليهم جوج كيسان ديال زيت العود. بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه يزيد معلقه العسل جوج وواحد معلقه ولا جوج، ونطحنوه مزيان حتى يتنيلو مزيان. من بعد ما طحناه ها هو الشكل النهائي ديالو والكميه اللي كيخرج. هذا هو الشكل النهائي ديالو كما كتشوفوا، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والى المره القادمه ان شاء الله.